عاصمة الجنوب في كرة اليد. جمع يوم السبت بقات الشاحية زوز فرق تعرف بعضها مليح منذ وجودهم في بطولة القسم الوطني ب. شبيبة الشاحية ونادي ساقية الزيت، لكن المرة هذه الإطار هو القسم الوطني أليف لبطولة كرة اليد، ليكون بذلك أول دربي يجمع بين الفريقين لحساب بطولة النخبة في إطار الجولة الثامنة، واللي تزامنت بالمناسبة مع عودة الجماهير للمدارج بعد غياب دام أكثر من عامين. اليوم نورمالمون الجمهور يرجع الفريق المضيف أكهو هكا ولا؟ شوف، ما هو هذيك هي معاملة الأجوار. احنا قلنا كلمنا فيدراسيون قال أعطيهم 30 تذكرة، أعطيناهم 40 ودخلوا حتى أكثر من 40، لأن هذيك هي اللي قال الأجوار. وإحنا بريتو كي يدخلوا الجمهور الجمهور هو اللي يحفل، تمشي عرس من غير عباد. واحنا الجمهور فرحنا اللي المره هذه ان شاء الله مبروك علينا في القاعه نتاعنا. حل اللعبه الجمهور، خلينا نشكروهم وان شاء الله مبروك على الاخيين الكل. اي بيان سور حفلها في نطاق الروح الرياضيه راهو حفلها. هذا اول دربي في الناسيونال ا. هذا اول دربي بالنسبه للناسيونال ا. لافونتاج في الناسيونال بي شكون كانت؟ ديما ساقيه الزيت. بالفعل حتى من الحكام من جهه صفاقس، يعني حكام وطاوله ولاعبين وجمعيات وجمهور، مسلام صلي على النبي، معناها كل شيء تعدى في الغايه والنهايه باذن الله. كونسيرنون صاله نتاع الشاحيه يظهر لي ما عادش تليق بسمعه تكيب كيما الشاحيه. والله صاله الشاحيه تكلمنا عليها برشا وقلنا عليها برشا، والواحد ما عادش عندهم يقول، دونك يقعد ساكت وبرا يخلي الاخيان اللي تفرجوا ويحكموا. انتم زاد بطبيعتكم الاعلام تشوفوا روحكم وين قاعدين تصوروا، وين كيفاش، شنو هي الظروف اللي قاعدين تخدموا فيها، اش تبني نقول لك اكثر منك؟ شيء حسن مبرر وقت اللي نشوف الشاحيه في اكيب كيف مستوى الشاحيه وتشوف في صاله كيما هذه، تجي كل شيء انا نقول انا مجنى. الزوز فرق اللي يتشاركوا في نفس الترتيب 9 نقاط مطالبين بالانتصار للابتعاد على اسفل الترتيب واكمال مرحله الذهاب اريحيه كبيره. هذه العوامل وغيرها كانت تنبأ منذ البدايه مقابله مشوقه ومتوازنه. الشوط الأول من اللقاء ومنذ الدقائق الأولى بانت رغبة الفريقين لافتكاك نقاط المقابلة. الشاحية خذت أسبقية طفيفة في الربع ساعة الأول 8-5 فضل تألق حارس المرمى مونو معميش، واللي صد العديد من الكرات وحولها إلى هجمات معاكسة، بالإضافة إلى اعتماد أبناء المدرب حاتم قدارة على دفاع متقدم وحركي، واللي قلق برشا ساقية الزيت مما أجبرهم على ارتكاب عدة أخطاء. بعد ذلك ديرك أبناء المدرب فتحي بوشعالة أخطاءهم الدفاعية وحسموا من وقفتهم فوق الميدان، بالإضافة إلى تألق الحارس مروان السوسي اللي ما بخلش كيف العادة على مؤازرة زملائه، وفي 19 دقيقة لعب تمكن أبناء الساقية من تعديل الكفة 8-8. ثم استمر التسابق والتلاحق في النتيجة بين الجارين حتى نهاية الشوط الأول اللي وفى بالتعادل 13-13. شفنا في اول ماتش الشاحيه اعتمدت الدفاع الحركي واللي قلق برشا الساقيه وخذيت وقتها الفارق، بعدين الساقيه رجعت، علاش؟ والله رجعت نظرا اضاعتنا الخمسه سته كرات راس مع عدم السي متر، الحكم الله يهديه كان نجم يعطي دي سات متر ما تهمش، طلعونا بهم مركاوهم الله غالب. اول حاجه مش احنا لونتام دي ماتش ما مش عملناه خايب، احنا كانت الشمس مقلقه للحارس نتاعنا، هذاك علاش احنا خينا برشا قلق من 0-6 بدلنا 1-5، صحيح خذينا في اغلب رديات المقابله خذينا الفارق، لكن احنا قاعدين نعطيهم في الكور واحنا في الهجوم قاعدين نعطيهم في الكور، هذا هو اللي صنع الفارق. والتوا باذن الله اللي حاضر ذهنيا اكثر من صاحبه هو اللي مشي ينتصر باذن الله. شفنا برميميتون سريع على الاخر، مستوى فني متقارب بين الساقيه وبين الشاحيه. اي مستوى فني متقارب شويه، مي الساقيه ضيعت شويه، ضيعت كور بنار وفيس باس، الشاحيه مركزنا سير كونتر اتاك، مي احنا اقوى سير ديفونس واتاك بلاسي. شنو هي توصيات سي فتحي وشعال دوزيام ايطون؟ ريبلي ديفونسيف، نقص شويه ديشي في الاتاك، سي بون ان شاء الله، مربوعة ان شاء الله. والله التوصيات ان شاء الله معناتها الهدوء الاعصاب، وان شاء الله نعاودوا ناخذوا عليها 3-4 بوان، وان شاء الله الماتش في دينا ان شاء الله. يظهر لي ميتون الاول كان اجريسيف على الاخر. معروف الهوند معناتها لعبه نتاع كونتاكت واجريسيف شويه، دونك الجوار لازم ينتبهوا على صحتهم، فهمت، فيزافي لادفيرسير، دونك هاو نعملوا احنا اللي علينا والباقي على رب. في الشوط الثاني من المقابله استمر التسابق التلاحق في النتيجه، الشبيبه تسجل والساقيه تجيب، وحتى على مستوى اضاعه الفرص والاخطاء تعادل الفريقين كذلك. في الشوط
شهد مستوى فني عالي ومحترم، وزادت الجماهير الحاضرة على المدارج من حماس اللاعبين وجمالية المقابلة. وبفضل خبرة بعض اللاعبية الشاحية تأخذ الفارق لصالحها بثلاثة أهداف بعد ما استفادت من أخطاء لاعبي الساقية. ورغم استفاقة زملاء رامي السيتي إلا أن اللقاء وفيها صالح الشاحية فارق هدف وحيد 26-25 في لقاء عرفت نهايته مناوشات بين بعض الأطراف من الفريقين، لكن سرعان ما تدخل كبار الزوز فرق وطوق الخلاف. تعرف انت كل المقابله وحقيقه نتاعها هذه مقابله اجوار فرد ترتيب بالنسبه لساقية الزيت والشاحيه، فهمتي؟ تلعبت المقابله على جزئيات صغيره حتى لاخر لحظه، فهمت؟ ما تنجمش تعرف شكون ماشي يفوز وشكون ماشي ما يفوزش، فهمتي؟ هيك المقابله اللي قعدت تلاح من بين بعضها معناتها في النقاط، فهمتي؟ والحمد لله معناتها اللي خرجنا باخف الاضرار، معناتها ما وقعتش اللي مشادات كبيره. ساقية الشاحية قرمدة كنا جمعية واحدة، خشمين انت 500 متر وجمعية ثلاثة، لازم نكون برا ربح الشاحية، اليوم قدوة تربح الساقية بعد قدوة تربح قرمدة، الناس كله خيان، على خاطر ماش تاكورة مش تعركوا احنا وصحابنا وخياننا كل احنا من بعضنا، سي با نورمال. كان انتصار كبير معناتها ماتش دربي معناتها بأدم معنى الكلمة، ماتش دربي صفروه زوز حكام الشخصية اللي نشكروهم بالمناسبة، كان على أشدوا الحماس معناتها على أشدوا إلى آخر لحظات المقابلة. نشكر الملاعبية الكل اللي ساندتني واللي تعبت معايا، معناتها أنا ما عنديش برشا من اللي خذيت الجمعية، معناتها اللي هم أخواتي لعبت معهم ما صليش دو تروازون، فهمت؟ اللي نشكرهم برشا، مقابلة كانت حماسية في جميع رادات المقابلة. شكيتوشي في اللي أنتم تنجموا تخسروا اللقاء في اللحظات الأخيرة؟ والله شكيت باش نتعادلوا، شكيت في التعادل، مي احنا اللي خليناهم باش يشدوا معنا. بالنسبه لقاء اليوم هو لقاء دربي، الدربيه ديما تحكم فيها جزئيه بسيطه، واليوم الدربي هذايا ما خرجش على القاعده نتاع الدربيات الاخرين، كان دربي كله تشويق وكله تسابق وتلاحق في النتيجه، في اخر لحظات الكره حبت شبيبه الشحيه، مبروك عليهم الانتصار، احنا ما نستاهلوش الخساره، كنا نجموا نخرجوا على اقل شيء بالتعادل. ما ان شاء الله في قادم الجولات نتداركوا النتيجه هذه ونحققوا ان شاء الله انتصارات اخرى. قلت لي جزئيه صغيره نقصت الساقيه، يظهر لي الجزئيه هذه هي نقص الخبره. والله بالنسبه لشبيبه الشحيه اللي عندها برشا مواسم في الوطنيه، احنا بالنسبه لنا اول موسم في الوطنيه، لكن اكتسبنا الخبره في المقابلات وربحنا عده مقابلات في اللحظات الاخيره، كما مقابله بني خيار وكما مقابله المكنين ربحناهم في اللحظات الاخيره، كنا اليوم نجموا ننتصروا كما كانوا هما ينجموا يخسروا اللقاء، لكن كما قلت لك ثم جزئيه صغيره هي اللي حكمت في اللقاء. تظهر لي الخبره هي اللي نقصت اليوم الملاعبيه نتاع ساقية الزيت تحقيق اول انتصار في اول دربي بين زوز فرق في ناسيونال ا. يمكن صحيح الخبره عنده دخل في اليوم تروازيام سيزون في ناسيونال ا، مي هكا تشوف ديربي تلعب في اخر سكوندا ماتش كيليبري، على غالب كره منا ولا منا كان تحكم الماتش عند اي كيب، زوز لعبنا بالباهي قدمنا علينا لي دوز ايكيب والله غالب الكتب صار. بعد الماتش جمهور الساقيه سقف صفق برشا على ملاعبيتو. الحمد لله الحمد لله اليوم عجبهم الماتش، وكما قلت لك سيت ان ديربي يلعب على دي ديتاي صغار، فهمت؟ الكرة حبتهم في اخر ماتش مشيت معاهم، ان شاء الله احنا في الرتور نحضروا كوم الفو نربحوا ماتشونا. الحمد لله اليوم انتصرنا، بقينا ماتشوات الدربي هذوما يتربحوا ما يتلعبوش بلغه الكرة، زايد مهما يكون المستوى بعيد على بعضه بتاتر ولا الخبره اللي عندنا احنا ثلاثه سنوات، ثم لاعبين عندهم اكثر في القسم الوطني، هذا يمكن اليوم اللي رجح الكفه نتاعنا. بقينا ان شاء الله نتمنى لهم بون شانس هما في الباركور نتاعهم،
واحنا كيف كيف ان شاء الله نكملوا نواصلوا على الانتصارات. مالغريد الخساره اليوم في الدربي كونتر الشاحيه، اما نجم نقولوا رمستي لوم دي ماتش نتاع الساقيه اليوم. لا ما يهمناش رمستي لوم دي ماتش ولا مش لوم دي ماتش، احنا نلعبوا جمعيه باش نربحوا، دونك لعبنا بالكدا ونخسروا وما عملنا شيء هكاك. على غالب عملنا برشا ديسيز وبرشا كور ضيعنا. الشاحيه عرفت كيفاش تربح ماتش، ستان دربي على غالب تربح في الاخر. مازال شامبيون طويله ومازال روتور ومازال برشا ماتشات نجموا ريكوبيريو ان شاء الله. هزيمه قاسيه على الوفد الجديد للرابطه الاولى نادي ساقيه الزيت، لكن المردود اللي قدمه ابناء فتح بوشعاله في الدربي يبعث برساله طمأنينه الى جماهير النادي على مستقبل الساقيه. في المقابل انتصار رجع الروح للشاحيه بعد سلسله الهزائم في الجولات الاخيره في انتظار رجوع الشبيبه الى امجاد وانجازات الموسم الماضي.